الإخوان السلام عليكم. أنا هنا في مطار أورلي باركينغ ديال التاكسيات. البارح جيت هنا وعندنا واحد البلاصة كنصليو فيها، صليت ونسيت الشابو ديالي في الأرض، يعني كنت حاطو حدايا. صليت وبدلت البلاصة باش نصلي شفع الوتر، كان في الليل ديك الساعة العشاء، ونسيت الشابو ديالي. دخلت للدار كنقلب القليب حسابي نسيتو عند صاحب ولا الحرش عبد الكريم الساعة والو. دابا رجعت الصباح هذا غادي نمشيو نشوفوا البلاصة اللي صليت فيها واش باقي فيها الشابو ولا لا، ولا دا ولا الله أعلم. شوفوا ايوا كاتبان ليا شي حاجة معلقة تما وما عرفتش واش ديالي ولا لا. واقيلا الشابو هذاك نشوفوا ما لي معلقين ولا شكي. واقيلا الشابو هذا ها نشوف شوفوا. دابا الشابو ما يقدر حتى شي واحد يهزو يديرو في راسو، لان كتعرفوا حاجه بيرسونال. الشابو ديالي هذا ها هو. شوف اما الناس هنا كتصلي وانا كنت كنصلي. ها هو الشابو الله ما حتى واحد مده صافا. ها هو الشابو الحمد لله حتى واحد ما داه ريكيبيرينا. ولكن واحد النهار شباب في مطار الاخر، مطار رواسي شارل دوغول، كنت كنتوضى وحطيت النظاظر ديالي حدايا، كنت كنتوضى وداهم ليا. شكون داهم ما الله اعلم الله اعلم. كنت كنتوضى وداو ليا النظاظر ديالي، النظاظر ديال الشوف.